خلينا ابتدي معاك يا كابتن طارق. زي ما انا قلت في البدايه او ذكرت في البدايه، يمكن كان البدايه الخاصه بالموسم يعني غير موفقه، ومش ده اللي انتوا كنتوا مخططين له، خاصه ان انتوا طالعين من موسم استثنائي محققين خماسيه، فدايما التحضير للموسم اللي بعده بيبقى اصعب، ويمكن ده اللي انتوا دايما بتتكلموا فيه. ولكن البدايه كانت غير موفقه، بس شفنا بعد كده بقى خلاص، يعني انتوا نويتوا بعد دوري المرتبط، نويتوا ان انتوا تفوزوا بالرباعيه، وده اللي حصل فعلا. لا، هي الكواليس كتير قوي. احنا انا اصلا جهازي طبعا انا بشكرهم كلهم، حتى اللي مجوش، لان انا تعبهم كلهم في كل حاجه. احنا بنعمل بلان فني لكل اللعيبه في نهايه الموسم، احنا هنحضر مين ناقصه ايه، هنشتغل عليه على مدار الموسم. في منتخبات عندي 5 لعيبه في المنتخب، 3 لعيبه في منتخب، 3 على 3 لحد ما بدانا دوري المرتبط. احنا ما كملناش، واحنا قائمتنا كانت قليله، محترفه بتيجي متاخر، فما عندناش، مش عارفين نلعب حتى 4 على 4 في التمرين. فدي كانت ازمه كبيره جدا. انا سايبها لو في جزء فني في تقصير ساعه ما خسرنا المرتبط او جزء من اللعيبه، انا بحط كمان جزء كبير قوي لمنتخبات 3 على 3 اللي هي. انت دايما بتذكر النقطه دي يا كابتن طارق في اي، يعني دايما اي انترفيو حتى في ارض الملعب وانا بتكلم معاك دايما بتذكر مشكله 3 على 3. ايوه، انا خسرت ده جزء كبير قوي، فرقتي مش معايا. مرال، رنيم، سلعاوي، ثريا، يارا، بيكو، تمارا نادر، كل ده يعني في ازمه 7 8 لعيبه دايما في المنتخبات كلهم اتجمعوا قبل دوري المرتبط باسبوع. اتنين، مشكله في التيم بتتلعبي مع المنتخب، انا ما اعرفش العلاقه الشخصيه ما بينهم جايه عامله ازاي، فالتيم مش ملموم. انا دايما وانا بمرن او احنا بنمرن كجهاز، انا ما بحبش اتكلم فردي، انا كجهاز ببقى شايف الموضوع قالب فردي، قالب جماعي، قالب انا، قالب احنا والنادي الاهلي. احنا عندنا احنا بنبني، احنا تيم ما فيش فردي. اتفاجئنا وقت المرتبط في مشاكل داخليه من جايين من المنتخب بيها مش عندي. ده الجزء الاساسي، ونتمنى ودايما بنناشد اتحاد السله افصلوا زي العالم كله ما فصل. 5 على 5 ما نقدرش نتكلم في المنتخبات اللي بتلعب زي لعبتنا. انا اللعيب عندي واخد عقد مقابل انه يلعب 5 على 5، مش عادي 3 على 3. فدي ازمه. ده جزء. بعد المرتبط على طول اجتماع مع كابتن محمود الخطيب، اسباب ونقاش، وانتوا زي ما كنا لعبتوا بنتائج الموسم الماضي، فانتوا هتكسبوا في اي وقت، فكان لازم تاخدوا درس، وخدناه فعلا. وكان بعدها بثلاث ايام في مباراه السوبر مع الجزيره كسبناها، وشغالين بقى من بعدها برضو ما بين 3 على 3 وما بين، لحد ما الحمد لله رب العالمين وصلنا لاخر فتره ما بين الكاس والدوري. الناس كلها بما فيهم انتوا، الشكل العام للفرقه اختلف تماما، جماعيا، روح، حب، قلبهم على قلب بعض. الشكل انا مبسوط، انا لما باجي اتفرج على الماتشات كده كمشاهد انا فرحان بفريقي، فالحمد لله ده توفيق من ربنا. الكلام الخاص بكابتن محمود الخطيب دايما هو في خساره او مكسب بيبقى موجود، رسائله بتبقى مهمه جدا كابتن طارق علشان للي جاي، يعني دفع للي جاي. ابرز الرسائل اللي قالها في اول اجتماع معاكم بعد خساره الدوري المرتبط. احنا ما اتكلمناش، كان لازم ننصح او نقول اللي هو دايما بيقول لنا قبلها، كسبت بطوله اتنست، احنا في اللي جاي طبعا. فهي كان عايزه حد، يعني كنا احنا ننصحكم ان انت ما تعيش في الماضي، انتوا ثقه زياده. ممكن ده سبب كمان كبير فعلا من اسباب الخساره الموضوع ده. لما لعبنا الجزيره بعد الاجتماع ده، احنا من بدايه الجيم طلعنا 20 بونت، يعني كان دافع كبير جدا للولاد وفوكس ان هم يبقوا متماسكين او بيلعبوا بجديه اكتر من ماتش المرتبط.